على الابو على الابو وين الابو وين الابو اشهد ان لا اله الا الله واشهد يا عباده جمدة يا عباده جمدنا شو شو عباده شو شب حفيان حرب النظام روسيا من البداية كان هدفه قتل المدنيين وتهجيرهم وقتل الحياة وكل مين عم يحافظ عليها وقتل الشهود على الجرائم اللي عم يرتكبوها. بحكم عملنا كمستجيبين أوائل لاحظنا الفرق وبشكل كبير بسياسة الهجمات كاستهداف التجمعات السكنية واستهداف المدارس والمستشفيات ومراكز الدفاع المدني والأسواق الشعبية والاستهدافات المزدوجة اللي عم تكون لفرق الدفاع المدني أثناء عملية البحث والإنقاذ بعد الغارة الأولى عم يتم استهدافنا بغارة مزدوجة. عبد اللطيف الضحيك كان الضحية الأولى من متطوعي الدفاع المدني السوري يلي خسرناه بهجمات روسيا بسوريا. كان حلمه الأول إنقاذ الناس ويبني سوريا من جديد، كان ناطر تخلص الحرب ولكن الطائرات الروسية قتلته بغارات المزدوجة في أول يوم تدخلها بسوريا. استهدفته فريقه بمدينة تلبيسة أثناء إسعاف الضحايا والمصابين بالمكان الأول، كان استهدافه بغارة مزدوجة. من بداية تدخل روسيا بسوريا صارت المعادلة أصعب، دقة الهجمات كانت مضاعفة والأسلحة المستخدمة صارت أكثر دقة وتأثير وقوة من اللي قبلها. روسيا بدأت حربها علينا بقصف مرافق الحياة وكانت تستهدف كل مين عم يساعد على الحياة. كانت طائرات روسيا تستهدف سوق وطيارة تانية كانت تستهدف المشفى يلي بدنا ننقل عليه المصابين، ومع الهجمات المزدوجة على كل مكان صارت الأمور أكثر تعقيد. حاول تفوت. يا رب. روسيا دمرت كل المشافي بمنطقة ريف إدلب بهدف قتل كل شيء عم بيساعد على الحياة. قصفت كل مراكز الدفاع المدني اللي كانوا عم بيحاولوا ينقذوا المصابين وقتل الشهود على جرائمها. استهدفتنا ونحن بالمكان عم ننقذ المدنيين، واستهدفتنا بالسيارات ونحن عم ننقذ المصابين، واستهدفتنا بمراكز الدفاع المدني. طبعا هاي الاستهدافات كلفتنا 296 شهيد من كوادرنا والعديد من المصابين. الأيام الأخيرة اللي عشتها بمدينة معرة النعمان كانت هجمات روسيا الأشد همجي من السنوات اللي قبلها. كانت طائرات الاستطلاع ما تغادر الأجواء أبداً وترصد أي حركة وتعطي الإحداثية للطائرة الحربية اللي كانت تجي فوراً تستهدف المكان، كان مدني أو سيارة إسعاف أو أي حركة تشوفها، ونحن عم نخلي المدنيين أيضاً كانت تستهدفنا. تاريخ 22/7/2019 طائرة حربية روسية استهدفت سوق شعبي مدينة معرة النعمان. الاستهداف كان بشكل مباشر على السوق المدني المختص بالسكان المدنيين. حصيلة الضحايا كانت أكثر من 45 شهيد وأكثر من 70 مصاب، كان بيناتهم الشهيد أمير البني المتطوع في الدفاع المدني السوري مركز معرة النعمان لما استجاب للغارة الأولى بيخلي المصابين، وتم استهدافه بغارة مزدوجة من نفس طائرة الحربية الروسية استهدفت نفس المكان وصار فيه العديد من الضحايا والشهداء. طبعا انصبت عدة إصابات، بإحدى الإصابات لما استجبنا لغارة حربية روسية كان مع بداية التدخل الروسي في سوريا، كان الاستهداف لمعصرة زيتون حوالي الساعة 10 ليلا. الاستهداف كان بشكل مباشر على معصرة الزيتون. طبعا معصرة الزيتون كان يوجد عدد كبير من الناس، كان تدخلنا للمعصرة بالغارة الثانية للمكان، كان في عدد كبير من الشهداء والضحايا الموجودين بالأراضي. حاولنا ننقذ المصابين ولكن الطائرة الحربية استهدفتنا بغارة مزدوجة، ثالث غارة كانت على المكان. انصبت أنا ومعي شاب من الفريق، كانت الإصابة
بالخاصرة. إلى الآن أثر الإصابة موجود. فريق الإسعاف من فرق الدفاع المدني بعد تقريبا نصف ساعة سمعوا بإصابتنا وإجوا أسعفونا على المشافي القريبة. طبعا بعد ما أسعفونا استهدف المكان بأكثر من 10 غارات جوية لمعصرة الزيتون. روسيا كانت سفيرة الموت بسوريا، تركت الدمار بكل مكان، عملت مننا حقل تجارب لأسلحتها وصواريخها الارتجاجي والفراغي والعنقودي والحارقة، وتركت إصابات وإعاقات دائمة كتير. قتلت الحياة والمدن وزادت المعاناة أضعاف باستهدافها لكل شيء عم يساعد على الحياة. زاد الخطر على المتطوعين بشكل كتير كبير. وصلنا لمرحلة ان صرنا كل يوم الصبح نودع اهالينا قبل ما نطلع على العمل، لان احتمال كبير انه ما نرجع ونعيش القلق والخوف والحالة النفسية مع الاستهدافات المزدوجة والمركزة علينا بمحاولة منها لمنعنا من عملنا، ومع هيك استمرينا فيه مع اصرار اكتر ودافع اكتر. كان كل ما زادت إجرامه يزيد علينا الإصرار على مساعدة الأبرياء وتقديم المساعدة لهم والوقوف بوجه إجرام روسيا والنظام. اليوم مع الذكرى 7 للتدخل الروسي بسوريا، ونطالب المجتمع الدولي وطالبنا كتير من قبل بالوقوف ضد روسيا والنظام وممارستهم إرهابهم وجرائمهم يلي ما كان يوقف أبدا لليوم، وصدروها من عنا لدول تانية مثل يلي عم بصير بأوكرانيا. لو تم إيقافهم من قبل ما كان صار يلي صار فيها من جرائم. اليوم منجدد مطالبنا بوقف قتل الأبرياء وقتل العمال الإنسانيين، ومنطالب العدالة للضحايا وأهلهم ومحاسبة النظام وروسيا على الجرائم اللي ارتكبوها في سوريا.